وأنتقل إلى السيد جون مسيحة المحلل السياسي من باريس. سيد جون أهلا بك، وحدثنا عن آخر ردود الأفعال الفرنسية. أهلا وسهلا. أهلا بك. طبعا اللي بيحصل حاليا ما بين روسيا وأوكرانيا شيء مقلق جدا للاتحاد الأوروبي ولفرنسا كعضو في الاتحاد الأوروبي، بس لازم نرجع لتاريخ اللي بيحصل، لأن طبعا فرنسا من زمان بتطلب بعدم توسيع الحلف الأطلنطي لحد أوكرانيا وبيلاروس ولكل الجمهوريات السوفيتية السابقة، لأن ده بيعتبر توسع عدواني بالنسبة لروسيا وبالنسبة لفلاديمير بوتين. تخيلوا الأمر اللي يحصل لو أمريكا مثلا روسيا قررت بحلف عدواني بيضع قاعته في المكسيك وفي كندا وفي كوبا، كان يبقى إيه رد فعل أمريكا في ذات الوضع؟ هو ده بالضبط اللي بيحصل حاليا في أوكرانيا بالنسبة لتوسع الحلف الأطلنطي اللي هو في يد أمريكا، وبيعتبر حلف عدواني لروسيا، لأن طبعا الحلف الأطلنطي نشئ في 1949 كرد فعل للعدوان السوفيتي في ذات الوقت. الاتحاد السوفيتي سقط في سنة 91، فالحلف الأطلنطي ده المفروض كان يختفي، ما اختفاش بل بالعكس اتمدد وتوسع لحد الحدود الروسية. فطبعا روسيا معتبرة هذا التوسع توسع عدواني. فاللي بيحصل النهاردة ما بين روسيا وأوكرانيا ما هو إلا رد فعل، ما هو إلا ثمر التوسع الحلف الأطلنطي وثمر السياسة التوسعية والإمبريالية الأمريكية لحد الحدود الروسية. فطبعا فرنسا حاليا ضد الحرب، والحكومة الفرنسية الحالية ضد الحرب وبتطالب بإيقاف إطلاق النار وبإيقاف الحرب في أوكرانيا. لكن عشان نفهم إيه اللي بيحصل بالضبط لازم نضع كشاف تاريخي على اللي وصلنا لهذا الأمر. وإن كان يريد العالم وأوروبا وفرنسا إن هذا الحرب تنتهي وما تبتديش عمرها تاني، لازم يبقى في تعاون ما بين روسيا وامريكا. لازم يبقى من ناحيه امريكا والحلف الاطلنطي يضعوا وعد بعدم توسع الحلف الاطلنطي مره اخرى الى اوكرانيا او اي بلدان اخرى على الحدود الروسيه، وطبعا لازم روسيا برضو تدي وعد بعدم قيام اي حرب او اي عمليه عدوانيه ضد البلاد اللي هي على الحدود دون وضع. طيب يعني هذا التحليل الذي تقوله دكتور جون يعني يقول انه فرنسا كانت يعني ضد توسع حلف الناتو الى جانب الحدود الروسيه، ولكن فرنسا الان هي متحده مع الاتحاد الاوروبي الذي يدين كل هذه العمليات الروسيه، وتخرج البيانات الفرنسيه ضد ما حدث، اذا يعني هذا شيء اخر الان. بالضبط. هو طبعا فرنسا كان لها كلمتها لما ما كانتش عضو في الحلف الأطلنطي، مش الاتحاد الأوروبي، لأن الحلف الأطلنطي هو الدراع المسلح للدفاع الأوروبي في أوروبا، وهو تحت شمسية أمريكية. الأمريكا هي اللي بتقوم بدفاع عن أوروبا الغربية زي أيام الحرب الباردة. من قبل ما فرنسا ترجع للحلف الأطلنطي تاني، وهذا وضعه الرئيس ساركوزي في سنة 2009 لما فرنسا دخلت من آخر الحلف الأطلنطي. نتذكر أن فرنسا كانت تركت الحلف الأطلنطي في سنة 1966 وقت رئاسة شارل دوغول، ودون 40 سنة كانت فرنسا خارج الحلف الأطلنطي. فلذلك كانت فرنسا لها كلمتها المستقلة السيادية على الساحة الأوروبية وعلى الساحة الدولية. فلما نيكولا ساركوزي كرئيس جمهورية راح يشوف بوتين في سنة 2008 وقت الصراع ما بين روسيا وجورجيا في ذات الوقت، قدر نيكولا ساركوزي يعني يقنع فلاديمير بوتين بإيقاف النار وإيقاف الحرب. طبعا الآن فرنسا في داخل الحلف الأطلنطي فلا كلمة لها، لأن روسيا بتعتبر أن فرنسا حليفة الأمريكا، وهي يعني عشان نتكلم ببساطة بسطجية أمريكا، يعني بتوصل الرسالة وبتوصل الجواب بتاع أمريكا إلى فلاديمير بوتين. فطبعا فلاديمير بوتين كرئيس لدولة سيادية ولدولة عظمى
بيحترم الناس اللي بتيجي تتحدث بطريقه مستقله وبطريقه سياديه. فلذلك هنا في فرنسا في احزاب بتطالب بخروج فرنسا من الحلف الاطلنطي لكي فرنسا تستطيع مره اخرى ان تؤثر على الشؤون الدبلوماسيه وعلى الشؤون الاستراتيجيه مش بس في اوروبا بل في العالم. هذا هو الوضع في الاوساط السياسيه الفرنسيه، ولكن الوضع الرسمي الفرنسي هو وضع غير مؤيد لما حدث. بالضبط، طبعا الحكومه الحاليه، وهي الحكومه الحاليه تسببت يعني بصفه غير مباشره في الوضع الحالي، لان بعدم تاثير فرنسا داخل الحلف الاطلنطي بعدم انتشاره ادى الى المرحله العدوانيه اللي وصل لها الحلف الاطلنطي. وطبعا حاليا الحكومه الحاليه بانها شجعت الامر ده هي على يعني منطقيا وبطريقه استمراريه ضد روسيا وضد السياسه الروسيه. فطبعا هذا الوضع بيضع مشكله، لان الحكومه الفرنسيه الحاليه وحتى الحكومات الفرنسيه في الوحده الاوروبيه بصفه عامه لا يريدون باتفاقيه ازليه لحل المشكله، مشكله الحدود ومشكله الحلف الاطلنطي مع روسيا، بل يريدوا ان العدوان مع روسيا يستمر، وفي ذلك الوقت هتفضل الامور كما هي عليها الان. الان ومع بدء هذه العمليه الروسيه في اوكرانيا، هل تعتقد ان هناك عقوبات فوريه ستصدر اليوم من فرنسا ومن ورائها الاتحاد الاوروبي؟ هو في طبعا تصريحات من باكر في هذا اليوم عن الرئاسه الفرنسيه بتطلب طبعا بايقاف الحرب وايقاف اطلاق النار، وطبعا فرنسا على الصراط المستقيم يعني ضد اللي بيحصل حاليا وضد السياسه الروسيه وضد الهجوم الروسي على اوكرانيا. ولكن هناك تعارض في موقف فرنسا تجاه هذا الحرب. احنا نتذكر ان ايام حرب يوغوسلافيا لما ولايه كوسوفو طلبت باستقلالها في ذات الوقت، لان كان اغلبيه شعبها بيتحدث اللغه الالبانيه ومن ثقافه البانيه، وفرنسا في ذات الوقت سندت الاستقلال بتاع كوسوفو مع امريكا. الان الوضع الروسي ما يقوله فلاديمير بوتين؟ فلاديمير بوتين يقول ان هناك جمهوريتين في اوكرانيا بيتحدثوا الروسي وذات ثقافه وتاريخ روسي، فبيطلب باستقلالهم. فهناك تعارض ما بين الموقف الامريكي الفرنسي في التسعينات الذي سند استقلال كوسوفو من جمهوريه صربيا، والان فلاديمير بوتين بيطالب باستقلال الجمهوريتين بنفس الاسباب، ونفس الدولتين امريكا وفرنسا بيعارضوا اللي سندوه من 20 سنه في يوغوسلافيا. فطبعا هناك موقف استراتيجي وموقف مصالح استراتيجيه لامريكا وفرنسا، وليست هناك موقف حقيقي بالنسبة للحرب الآن وبالنسبة للموقف الروسي بصفة عامة. كيف ترى رد فعل الرئيس بوتين على كل ما يخرج من تصريحات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تتعلق بعقوبات؟ يعني كنا مع الدكتور سعد خلف من موسكو، وقال لنا أن روسيا استعدت تماما اقتصاديا لهذه العقوبات، وتدخل البنك المركزي الروسي لحفظ استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية، وروسيا متحسبة تماما لكل هذه العقوبات. إذن السؤال الآن مع فرض المزيد منها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا يبدو أن روسيا ستتأثر كثيرا طبقا لكلام الدكتور سعد خلف؟ هو طبعا روسيا هتتاثر، لان روسيا هتتاثر ولكن ليس كثيرا، ليس بالشكل ده مظبوط، ده شيء مظبوط، بس هتتاثر لان روسيا طبعا داخله في السكك التجاريه والسكك الماليه صحيح الدوليه، وطبعا التعامل بالدولار هيصبح صعب جدا، ولا سيما بالنسبه لتوريد الغاز الروسي الذي بيدفع طبعا بالعمله الصعبه والدولار، فهيبقى هناك تاثر على الاقل مالي. ولكن روسيا عندها برضو اسلحه اقتصاديه واسلحه تجاريه لارتداد الهجوم الاقتصادي الامريكي، اول منهم الغاز. طبعا اوروبا بتستورد كميه مهمه من الغاز الروسي،
صحيح، ومحتاجه للغاز الروسي، ولا سيما ان احنا في الشتاء، في الشتاء حاليا والاحتياجات في الغاز كثيره، ولذلك ممكن روسيا برضو تستخدم سلاح. يعني لا توجد بدائل الآن للغاز الروسي، من الممكن أن توجد بدائل عند قدوم الصيف، ولكن الآن نحن في فصل الشتاء وتريد أوروبا الحصول على هذا الغاز. بالضبط، أنا لا أعتقد أن روسيا هتمنع تماما توريد الغاز بتاعها لأوروبا، ولكن ممكن تضغط على الدول الأوروبية بقطع توريد الغاز من آن لآخر لكي تخلق صعوبات اقتصادية وصعوبات بالنسبة للاحتياجات الأوروبية للغاز الروسي. ده من الأسلحة اللي تحت يد بوتين، الأسلحة سلاح الغاز وسلاح النفط بصفة عامة. وهناك أيضا يعني هذا الاتفاق السياسي والاقتصادي بين روسيا والصين. بالضبط، وبعدين أهمية أمريكا النهاردة والسكك التجارية والمالية النهاردة طبعا مستقلة أكتر اتجاه أمريكا عن ما كان الوضع من 40 سنة. النهاردة العالم بينظر إلى الشرق وبينظر إلى الصين والآسيا بصفة عامة، وهناك طبعا تعامل وتبادل ما بين الصين وروسيا، وهذا التعامل خارج يد أمريكا وخارج السكك التجارية والمالية التي تحت يد أمريكا. وطبعا يعني التأثر الروسي للعدوان الاقتصادي والمالي الأمريكي ليس اليوم مثل ما كان من 30-40 سنة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، كنت معنا السيد جون مسيحة المحلل السياسي من باريس.